العالمي في إطار أنشطة أطر التوجيه التربوي الذي تنظمه سنويا النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتورير بشراكة مع المجلس البلدي لمدينة تورير، فيدرالية جمعية أباء التلاميذ، و هولسيم شركة هولسيم. هذا اليوم يهدف إلى تنوير التلاميذ فيما يخص الدراسة ما بعد البكالوريا. هذا اليوم يتعرف التلاميذ على الجامعات والمعاهد العليا التي يمكن أن يتبع أو يتبع دراسته بها، و نوجه تشكراتنا الخالصة إلى كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة، ونخص بالذكر بالنسبة لمدينة العيون السيد باشا مدينة العيون الذي ساعدنا كثيرا، ونخص أيضا بالذكر السيد طيب تدارين الذي قدم لنا كل المساعدات لإنجاح خصوصا يعني هذا ما كان من هذا المعايش تطلب واحد معدل يعني لا بأس به. إذن بالنسبة للإقبال، الإقبال هذه السنة كل سنة كيكون الإقبال أحسن. نحن نرى من وجهة نظرنا أن الإقبال هذه السنة كان جيدا، التلاميذ جاءوا بكثرة لثانويتين الموجودتين بالعيون، كلهم حضروا وكلهم طرحوا أسئلتهم على المدارس التي اختصنا لإنجاح هذا اللقاء. بالنسبة للمعدلات فكل تلميذ له حظ في متابعة دراسته، سواء كان معدله بين 10 أو 12 أو أكثر، كلما كان المعدل مرتفع كلما كان للتلميذ حظ في ولوج المدارس والمعاهد العليا التي تتطلب معدلات مرتفعة. ويمكن أن نذكر بعض الأمثلة كالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كلية الطب، ومعاهد أخرى. هذه المعاهد التي ذكرت تتطلب معدلات مرتفعة، ولكن هذا لا يعني أن التلاميذ الآخرين ليس لهم حظوظ، فهم أيضا لهم حظوظ في الالتحاق بمدارس أخرى التي لا تقل أهميتها عن المدارس الأخرى والتي لها آفاق. والسلام عليكم. أستاذ، شحال من مؤسسة شاركت في هذا اليوم التنويري؟ بالنسبة للمؤسسات التي شاركت في هذا اليوم التنويري حوالي 10 مؤسسات، منها ما هو عمومي ومنها ما هو خصوصي. كلهم من وجدة؟ استضفنا مدارس من وجدة، وعندنا مدارس جاوا من مدينة فاس. كاين جوج ديال المدارس جاوا من مدينة فاس، تحملوا عناء السفر وحضروا معنا لإنجاح هذه التظاهرة.